الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى على آله وصحبه المستقيمين الشرف وبعد. فأهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا مع درس من دروس اللغة العربية، ألا وهو درس نائب الفاعل. في هذا الدرس لابد من معرفة بعض الأمور، ألا وهي تعريف نائب الفاعل، حكمه، أقسامه. أولا، تعريف نائب الفاعل هو اسم، هو اسم يأتي بعد فعل مبني للمجهول ويحل محل الفاعل بعد حذفه. يعني مثلا عندما أقول حافظ محمد القصيدة، أي جملة فعلية تتكون من فعل وفاعل ومفعول. قد يحذف المتكلم الفاعل لغرض ما ويقول حفظت القصيدة، ما الذي حدث؟ بعد حذف الفاعل أتينا بالمفعول به ليكون نائبا عن الفاعل. ليس هذا فقط، الفعل غيرنا فيه بعض الحركات، أو بعض الفعل غيرت صورته بعد أن بني للمجهول، الفعل الماضي. فعندما نحول الجملة المبنية للفاعل إلى المبنية للمفعول لابد من ثلاثة أشياء. أول حاجة بنحذف الفاعل، حذف الفاعل. تاني حاجة بنأتي بالمفعول به لينوب عن الفاعل. تالت حاجة بنغير صورة الفعل، الفعل هنا حفظ، تمام، ضم أوله وكسر ما قبل الآخر، حفظت القصيدة، تغير صورة الفعل. ونلاحظ أحبابنا الكرام أن المفعول به يأخذ حكم الفاعل، حكم الفاعل كما قلنا الرفع، كذلك نائب الفاعل يكون حكمه الرفع. فالمفعول به بعد أن كان منصوبا إذا أصبح نائبا عن الفاعل، ما الذي يحدث؟ يرفع. وأيضا يأخذ كل أحكام الفاعل من الرفع ومن وجوب تأخيره عن الفعل ومن وجوب تذكير الفعل أو تأنيسه، وجوب تأنيس الفعل إذا كان مؤنثا. نلاحظ أن حافظة لم يكن فيها تاء تأنيس، فبعد أن أتينا بالقصيدة نائبا للفاعل ألحقنا بالفعل تاء التأنيس. يبقى إذن المفعول به بعد أن كان منصوبا أصبح مرفوعا ويأخذ بعد ذلك أحكام الفاعل، فيجب تأخيره عن الفعل، ويجب تأنيس الفعل له إذا كان مؤنثا. طيب، نأتي إلى تغيير صورة الفعل. أحبابنا الكرام، الفعل الذي يبنى للمجهول إما أن يكون ماضيا أو مضارعا. طيب، فعل الأمر يا دكتور هل يبنى للمجهول؟ لا، لأن فعل الأمر لا يحذف فاعله أبدا. يبقى إذن الذي يبنى للمجهول الفعل الماضي والمضارع فقط، أما الأمر فلا يبنى للمجهول لأن فاعله لا يحذف أبدا. طيب، ما الذي يحدث للفعل الماضي إذا بنيناه للمجهول؟ أولا، كتب،
تعالوا بنا نبنيها للمفعول او للمجهول، هنقول ايه؟ كتب. ضم الحرف الاول وكسر ما قبل الاخر. ده بالفعل المضارع. يكتب. كيف نبنيها المفعول؟ نقول يكتب. يضم الحرف الاول ويفتح ما قبل الاخر. يبقى إذن الماضي يضم الاول ويكسر ما قبل الاخر، اما المضارع فيضم الاول ويفتح ما قبل الاخر. هذه التغييرات التي تحدث في الفعل عند بنائه للمجهول. طيب اقسام نائب الفاعل. نائب الفاعل كالفاعل تماما، فكما ان الفاعل يكون اسما ظاهرا او ضميرا، كذلك نائب الفاعل يكون اسما ظاهرا او ضميرا. يعني مثلا اقول كتب الدرس، نائب الفاعل هنا اسم ايه؟ ظاهر. طيب عندما اقول ضربت، اين نائب الفاعل هنا؟ تاء الفاعل. تاء ضمير مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل. طب ضمير متصل. ضربنا، ضربت، ضربتي، ضربتي، ضربتما، ضربتم، ضربتنا. كل هذه ضمائر في محل رفع نائب فاعل. يبقى إذن أحبابنا الكرام، نائب الفاعل كما يكون اسما ظاهرا يكون أيضا ضميرا، فيشترك في هذا في هذه الأشياء مع الفاعل تماما. فكما قلنا نائب الفاعل هو يأتي ليحل محل الفاعل بعد حذفه، ويأخذ كل أحكام الفاعل من الرفع ووجوب تأخيره عن الفعل، ووجوب تأنيث الفعل له إذا كان مؤنثا، وأيضا يأخذ أيضا أحكام الفعل من حيث وقوعه اسما ظاهرا ووقوعه أيضا ضميرا متصلا. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا، ألا وهو نائب الفاعل. وإن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء السابق نشرع في درس جديد من دروس اللغة العربية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.